السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل الوحدة اللي احنا بدأناها مع بعض، هنكملها ان شاء الله. هنعمل ايه؟ هنعمل منزلقة عشان نوصل للصدفة. اول ايه منزلقة، تانية. بعد ما وصلنا للصدفة هنعمل صدفة، هنرتفع 3 سلاسل، 1 2 3، وبعدين نعمل عمود بلفة، وبعدين نعمل 2 سلسلة، وبعدين عمودين تاني. يبقى هنعمل صدفة عمودين سلسلتين عمودين. بعد كده بقى هنعمل ايه؟ هنعمل سلسلتين، ادي 1 2. طبعا في تحت فراغ اللي هو السلسلتين عمود سلسلتين، هنعمل فيهم عمود. الفراغ اللي تحت هنعمل عمود، وبعدين سلسلتين، وبعدين عمود في الفراغ التاني. يعني قبل العمود سلسلتين فراغ، وبعديه نفس النظام سلسلتين فراغ. بعد كده نعمل عمود سلسلتين، وبعد كده نعمل ايه؟ عمود امامي، ادي اول عمود امامي، تاني عمود امامي. دي طبعا الشغل فيها زي ما هي، بس الاختلاف هنا بتبتدي الزيت عشان بنعمل عواميد في الفراغات. بعد كده بقى هنعمل نص عمود فوق كل نص عمود، بس هنا هيقل، يعني كان السطر اللي فات 5، هنا هيبقى 4، ادي 1 نص عمود، 2 3، 1 2 3، التالت نص عمود، 4، السطر اللي فات كان 5، هنا 4. طبعا اللي هو العمودين الامامي بيبقوا في بداية السطر وفي اخره، هنعملهم برضو هنا، ادي عمود امامي، وادي عمود امامي. بندخل الابرة تحت العمود ونسحب الخيط، ناخد لفتين لفتين. بعد كده نعمل ايه؟ زي ما عملنا هنا، سلسلتين عمود في الفراغ اللي تحت، في السطر اللي قبليه، وبعدين عمودين، سلسلتين سوري، وبعدين عمود، وبعدين سلسلتين، علشان الوحدة تزيد، بتبتدي بقى ايه؟ ان هي تزيد. بعد كده بقى نعمل ايه؟ هنعمل فوق الصدفة صدفة، اللي هي عبارة عن عمودين سلسلتين عمودين. هنعمل ايه بقى بعد كده؟ هنعمل سلسلتين، وبعدين في الفراغ اللي تحت ده هنعمل عمود، عمود بلفة عادي خالص، وبعدين سلسلتين، وبعدين عمود، وبعدين سلسلتين، وبعدين هنعمل ايه؟ فوق العمودين بلفة، عمودين بلفة اللي هو العمود الأمامي، فوق كل عمود أمامي عمود أمامي.
اكمل السطر ده وارجع نعمل السطر الجديد. رجعت لكم تاني بعد ما عملنا السطر اللي فات وقفلته. نبتدي بقى في السطر الجديد، هنعمل منزلقة عشان نوصل للصدفة. هنرتفع 3 سلاسل وبعدين عمود. طبعا الصدفة ما فيش فيها اي اختلاف، فوق الصدفة صدفة، عبارة عن عمودين سلسلتين عمودين. بعد كده بقى هنعمل ايه؟ هنعمل سلسلتين في الفراغ اللي احنا سبناه، هنعمل عمود بلف. وبعدين نعمل سلسلتين وعمود بلف. هنا بقى الأعمدة بتبتدي ايه؟ تزيد. كان السطر الاول 1، هنا 2، هنا يبقوا 3، سلسلتين وبعدين عمود. هنا بقى الاختلاف اللي هيتكرر في كل سطر. بعد كده بقى نعمل سلسلتين ونعمل السطر بتاعنا عادي خالص زي ما احنا ماشيين. نعمل فوق العمود الامامي عمود امامي، وفوق العمود الامامي التاني برضو نفس النظام، دول ما بيتغيروش في كل السطور. هنا بقى عندنا ايه؟ النص عمود كانوا 4، هنا هيبقوا 3. ادي 1 اول نص عمود، وده التاني، وده التاني. 1 2 3، 3 نص عمود. بعد كده بقى نعمل ايه؟ هنعمل فوق العمود الامامي عمود امامي، وفوق العمود الامامي التاني عمود امامي. بعد كده هنعمل نفس النظام، هنا سلسلتين وبعدين عمود، سلسلتين عمود، سلسلتين عمود. طبعا انا هكمل بقى السطر ده وهكمل سطرين لغاية ما تبقى ايه؟ النص عمود ده عمود 1. ونعمل فيديو جديد نخلص فيه الوحدة مع بعض. شكرا، سلام عليكم.